برزنتيشن سبورتس، الكورة حياتنا. في كذا تكتيك، في حارس بيلعب على زاوية واحدة. هنشوف الليلة، هنشوف القصة. عبد الله بكري والركلة الأولى لفرقة سموحة. عبد الله بكري وبرا، عبد الله بكري برا في الشارع في المدرجات. عبد الله بكري يطيح بأول أمان لسموحة. هل يسجل الزمالك أولا؟ هل يكون باسم مرسي هو أول من يسدد لنادي الزمالك؟ هنشوف. حطها وحشة قوي، حطها برا قوي، غرفها قوي، طلعت عالية قوي. وسموحة يضيع الأولى بغرابة شديدة جدا، والأفراح الزملكاوية تشتعل في المدرجات. أدي الأولى، هل باسم ولا أيمن؟ لا، واضح إنه لا باسم ولا أيمن. محمود علاء، محمود علاء للزمالك. هل يسجل ويتقدم الزمالك ولا لا؟ محمود علاء سجل في مباراة الانتاج في توقيت صعب جدا. المهدي سليمان انقذ في مباراة دجلة في توقيت صعب جدا. والحوار مازال قائم بين الصباحي ومحمد فاروق. محمود علاء والمهدي سليمان، محمود علاء ويجيبها ويجيبها ويتقدم الزمالك. غير زاويته، غير زاويته، هو زاويته شمال ارض، غير زاويته. محمود علاء يتقدم الزمالك ويقترب خطوة خطوة خطوة، تاتا تاتا. الزمالك متقدم واحد من اصل خمس ركلات، لسه في حدوتة. حتى لو راح معاها، حتى لو راح معاها المهدي سليمان ولا يقدر يعمل لها حاجة. محطوطة نموذجية، محطوطة بقوة رهيبة جدا، محطوطة في المقص اليمين. تاني، محمود معاذ لسموحة. لو ما جابش دي تبقى الدنيا تصعبت، لو ما جابش دي تبقى الدنيا تصعبت. محمود معاذ الباك ليفت لفرقة سموحة، داخل محمود، بيشوط محمود ويحطها حلو قوي، يحطها حلو قوي، يحطها حلو قوي على يمين جنش. تبقى الامال للاسكندرانية في الركلة القادمة للزمالك. لو ضاعت تعود المباراة من جديد، لو كملت اعصاب الزملكاوية تهدى شوية وسموحة تتصعب شوية. هو محمود معاذ قرر انه يشوط بوش رجله، حطها بوش رجله في نص الجون، وكان راح جنش ناحية الشمال. طارق حامد، طارق حامد، هل يفرح الزملكاوية؟ هل يسعد الزملكاوية؟ ولا المهدي سليمان ليه رأي آخر؟ الكل واقف، الكل مستني، الكل في الانتظار. الفرحة زملكاوية ولا الفرحة اسكندرانية؟ طارق حامد وجون، وجون اتنين الزمالك، محمود علاء، طارق حامد، واحد سموحة بعد ضياع عبد الله بكري ونجاح محمود معاذ. اتنين الزمالك، واحد سموحة. وادي كمان ركلة لفريق سموحة، اتحرك برضو المهدي سليمان بدري. هو التوفيق من عدمه، هو التوفيق من عدمه. محمود علاء وطارق حامد كان عند حسن الظن مع خالد جلال. عبد الله بكري لم يوفق، محمود معاذ وفق. التالتة، التالتة لمين؟ يا اسكندرانية، التالتة برضو مصمم على الدفاع كابتن ميمي عبد الرازق. التلاتة المدافعين، الاولاني عبد الله بكري اللي ضاع، والتاني محمود معاذ، والتالت كمان ياسر ابراهيم. هنشوف ياسر سجل مرة وضيع مرة. وادي الهزار ما بين جنش وبين ياسر، راح بعيد قوي، يعني هيلعبها بقوة قوي. ياسر وحلوة يا ولد، حلوة يا ولد، وجوه الجون. اتنين سموحة، اضاع عبد الله بكري ودخلها محمود معاذ وسجلها ياسر ابراهيم. الزمالك سجل محمود علاء، سجل طارق حامد. الزمالك لو كمل بالمعدل وسجل خلاص ما عندوش مشكلة، يبقى فاز. مطلوب من المهدي سليمان ان يصد واحدة، هل ينجح ولا صعب؟ لسه هنشوف، لسه الدنيا شكلها ايه. كله عايز يخلص، كله عايز يروح. عبد الله، عبد الله، عبد الله جمعة لنادي الزمالك، هيسدد الركلة التالتة الزملكاوية. لو جابها الزمالك يبقى تلاتة من تلاتة، لو صدها المهدي يبقى تساوت الرؤوس. عبد الله جمعة والمهدي سليمان، عبد الله وجون، وجون. الزمالك تلاتة من تلاتة وسموحة اتنين من تلاتة. ادي عيني خالد جلال،
خالد جلال ربنا يكون في عونه هو وميمي عبد الرازق الرابعة الاسكندرانية تبقى مين عبد الله شطا حلو لعب مهدي النهاردة بيتحرك بدري شوية سبحان الله هي مدرسة هو توفيق من عدمه أو اتحرك شمال وعبد الله حطها على يمينه عشان تبقى هدف مين اللي عليه الدور في أبناء سموحة أدي مهدي على فكرة بيبقى مقرر يمين ومقرر شمال أدي سموحة إسلام صالح إسلام صالح هل يسعد الإسكندرانية ولا جنش يخلص على الحكاية ولا الموضوع شكله إيه شكلنا مش هنستمر كتير شكلنا مش هنطول كتير اسمعوني صدقوني أدي إسلام صالح وأدي ضربة الترجيح وجون وجون إسلام صالح والله يا واد حطيتها حلو والله يا واد حطيتها حلو الزمالك الركلة الرابعة الدنيا ماشية ازاي الحدوتة ماشية ازاي الفيلم اخره ايه لسه 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 مش عارفين نلملم اوراقنا مش عارفين نبارك لفريق على حساب فريق الاولى ضيعها بكري والاربعة او التلاتة جابهم الزمالكوية وبعد كده التلاتة جابهم الاسكندرانية ادي حمد النقاز نجم المباراة الاول يا ترى حمدي هتكمل نجوميتك ولا هتعمل ايه حمدي والمهدي سليمان حمدي والمهدي سليمان حمدي النقاز والمهدي سليمان حمدي جون جون حمدي النقاز يجيب جون يكمل تألقه ونجوميته الخمسة دي لو ضيعها سموحة مبروك يا ابناء متعوبة لو جابها سموحة يستنى الأخيرة للزمالكوية حمدي حطها حلو قوي والمهدي سليمان سبحان الله ما راحش مع ولا ضربة جزاء النهاردة أو ولا مع ركلة ترجيحية النهاردة تاني نروح للخمسة لسموحة زي ما بقول لحضراتكم سيد فريد سيد يا سيد كل الاسكندرانية بيقولوا سيد يا سيد هل تنتهي المباراة عند هذه الركلة هل سيد فريد يخطئ أو جنش يصد والكأس زملكاوية حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها الكأس بيضاء الكأس للزمالك حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي لو ضاعت خلاص مبروك عليك يا زمالك لو دخلت ينتظر الزمالكاوية الركلة الأخيرة هل ينتظر الزمالكاوية؟ ما ظنش نشوف سيد فريد والركلة الأخيرة من الخمسة لسموحة ده كل ده شغل من جنش كل ده شغل من جنش وده المفروض شغلة الحكم كل ده شغل من جنش وعلى فكرة شغل فيه ذكاء ومطلوب من حارس المرمى سيد فريد سموحة يستحق التحية والتقدير سيد فريد وجنش مفيش حارس صد لحد دلوقتي هل ينجح سيد في الإبقاء على أمال الإسكندرانية إبقاء على أمال سموحة سيد جون جون سيد فريد ولا حارس صد هي واحدة بس طلعت من عبد الله بكري برا ولا حارس صد الخمسة لو الزمالك جابها يبقى خمسة على خمسة يبقى مبروك عليه البطولة سيد فريد حطها حلو قوي على اليمين وأبقى الأمان للإسكندرانية أبقى الأمان لأبناء سموحة والله يستحق التحية هو قال له أنا كنت رايح يمين وحد قال لك ما تروحش يوسف أوباما يوسف أوباما أوباما وكل أمال الزملكاوية معلقة على يوسف أوباما كان أحد نجوم الكاس هل يختتم بركلة الترجيح اللي تضع الكأس في متعوبة أوباما والمهدي سليمان هل تكون المواجهة الأخيرة أوباما خلصها 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 الكأس بيضة الكأس بيضة الكأس في الزمالك الكأس في متعوبة جابوا الخمسة محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وحمد النقاز ويوسف أوباما أضاع عبد الله بكري وسجل محمود معاذ وياسر إبراهيم وإسلام صالح وسيد فريد الزمالك بطل كأس مصر المرة 26 يفوز بهذه البطولة الصعبة جدا بعد ركلات المعاناة الترجيحية ويصعد إلى منصة التتويج هذا الموسم نادي الزمالك بطل كأس مصر نادي الزمالك يشارك في الكونفدرالية الإفريقية يا ريت المخرج كان مع أوباما في لقطة كان كمل معاه لحد الآخر جماهير الزمالك حتى اللحظة الأخيرة بتشجع وبتساند وبتهنئ مبروك لخالد جلال مبروك لنادي الزمالك وهارد لك لسموحة الحقيقة سموحة يعني قاتل بكل ما أوتي من قوة والزمالك جاهد أيضا بكل ما أوتي من قوة ولكن في النهاية
ابتسمت ركلات المعاناة، ابتسمت ركلات الترجيع لأبناء الزمالك ليفوز الزمالك ويفرح خالد جلال وتفرح جماهير الزمالك بهذا الفوز الغالي. حتى ركلات الترجيع كانت ركلات المعاناة، الزمالك 5-5 في ركلات الترجيع وسموها 4-5 في ركلات الترجيع. التاريخ يعود من جديد ليكتب مع نادي الزمالك سطر جديد بالحصول على البطولة رقم 26. المهدي سليمان ما راحش مع ولا كورة، سبحان الله، اللي كان متألق أمام الأسيوطي وأمام وادي دجلة وجنش ما صدش ولا واحدة، وعبد الله بكري الوحيد الذي أخفق في التسديد خارج الملعب. احتبست الأنفاس ثم اشتعلت المدرجات بفوز الزمالك ببطولة كأس مصر. كل التحية والتقدير لنادي الزمالك بطل كأس مصر، مجهود كبير جدا عبر البطولة كلها من أول المنيا ثم حرس الحدود ثم الإنتاج الحربي ثم الإسماعيلي وأخيرا اليوم بركلات الترجيح أمام فريق نادي سموحة المقاتل الشرس العنيد اللي جاهد وكافح وحاول وصمد حتى الدقيقة 87 وهو متقدم بهدف إلى أن نجح كاسونجو كابونجو في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 87، وبعدها حافظ سموحة على التعادل الوقت الإضافي. ركلات الترجيح، ركلات المعاناة تبتسم لنادي الزمالك ليفوز بكأس مصر محققا اللقب رقم 26.